بسرعه وبعجاله الا بغيتوا تتوجدوا. التطبيق ديالنا اللي كاين في البيت جر العالمي ديال بلاي ستور، ما عليكم الا تدخلوا لاجيوستافدو.com. فوالا اجيوستافدو اللوق اللي كاينه في البلاي ستور. فوالا الخوت غادي تيليشارجيو لابليكاسيون اللي غادي تمشي لجوجل تكتب مجرد اجيوستافدو، فوالا غيطلع لكم الموقع ديالنا الاول هو هذا. فوالا هو هذا الموقع ديال اجيوستافدو، الموقع الاول لطلب تاشيره مجانا في المغرب ولله الحمد. ما عليكم الا البطونه الحمراء طلب تاشيره. الموتيف الاول السياحه والزياره العائليه، كل شيء غيمشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. صبر جميل، اللي ما مستوفاش فيها الشروط يتصل بينا نعطيوه جميع المعلومات جميع الاجراءات. والناس اللي ما جاوبناهمش صبر جميل، لا اله الا محمد رسول الله ضغط الرهيب، يعني انتم الخوت راه كلشي كنجاوبوه، ولكن اللي ما جاوبناش يصبر معنا. اللي ما اتصلناش به غادي نتصلوا به في الحين. ما عليكم الا تعمروا المعلومات هنايا، ديروا الدوله اللي باغي تمشيو، الاسم العائلي والمدينه، وتصيفطوا الطلب، وواحد بالمساعدين يتصل بكم في الحين. وتبارك الله عليكم. السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة مكتب اجيوستافدو لأخذ المواعيد وطلبات الفيزا، دائما في إطار نشر المعلومة البناءة. نسأل الله السلام والعافية ومغفرة الذنوب إن شاء الله الرحمن الرحيم، وإن فعلنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وأن تعود الحياة لعادتها والمياه إلى مجاريها. غبنا عليكم كثير الإخوان نظرا يعني للظروف يعني الصيفيه ديال فصل الصيف، ونظرا يعني الظروف العائليه اللي خلاتني هنايا في المدينه ديالي بركان، ما قدرتش نجي لبن سليمان نلتحق بالمكتب ديالي الى غايه يعني اواخر هذا الشهر ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكون في المكتب. هذا الفيديو درته الحصيله ديال او الحصاد ديال فيزات السياحه اللي تفرى بها الحمد لله حنا والمتابعين ديالنا اللي ولاو زبناء ومن بعد اخوه. والاجابه على التساؤلات ديالكم في هذه الفيديوهات، كيفاش ندير فيزا سياحه، انا ما عندي والو، كيفاش ندير فيزا سياحه، انا اجير بغيت ندير فيزا سياحه، انا موظف مع الدوله باغي ندير فيزا سياحه، انا مقاول باغي ندير فيزا سياحه. هذا الفيديو غادي نجاوبوا فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم على جميع التساؤلات ديالكم، وايضا غادي نشرحوا لكم كيفاش كنتعاملوا مع الناس، وكيفاش الطريقه ديال علاش اجيوستافدو ما كيجاوبش، علاش ما كيجاوبناش اليوم، غادي نجاوبوا علاش باش نعرفوا علاش اجيوستافدو ما كيجاوبش. بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات، الحمد لله حمدا كثيرا شكر الله بكرته اصيلا. فيديوهات سيما فيديوهات في تيك توك الحمد لله بالاف المشاهدات، فيديوهات في الانستغرام، ستوريات ايضا الفيسبوك. الناس اللي بغات تعرف اليوميات ديال لي ستوري ديالنا، ماشي الفلوغات وانما اليوميات العمليه ديال الناس اللي كتدخل في الفيزات والشهادات، يدخلوا للتيك توك اجيوستافدو 3 ولا اجيوستافدو على الانستغرام او الفيسبوك اجيوستافدو لاباج ديالنا. ممكن نديروا لكم حتى الباج ديال مهدي يوسفي اللي بغى يسول على اسئله شخصيه. اذا اليوم غادي نهضروا علاش بعدا اول حاجه علاش حنا ما كنجاوبوش. واخا اجيوستافدو ما خدامش راسو، اجيوستافدو مع مجموعه من الناس، مجموعه من الجنود مجنده وراء اخذ المواعيد وتنظيم الملفات وايضا الاتصال بالزبناء. هذا من جهه، الناس راه واقفوا معنا هذا الشيء. واحد اللي كيخلي لنا الطلب في الموقع، كاين الناس كيتصلوا به كيقولوا له على حساب الموتيف ديالو دوز واش الدراسه ولا السياحه ولا التجمع وغيرها، يعني كيدوز وكنعطيوه وقته كنشوفوا معاه كنتريتيو معاه بيان سور فاش كيبغي. يعني بالنسبه للسياحه راه السيد كيدخل عندنا كنشوف واش انتريسي، كناخذوا منه المعلومات، كنعطيوه الوثائق شنو يجمع على حسب طبيعه العمل ديالو، كناخذوا له الموعد عاد كنقول له فاليدي الموعد، هاك السيدي هو الموعد خدينا لك، سير سيدي فاليدي فوافا كاشي لو كنت تتابع التالاس، باريد كاشي لو كنت تتابع البالاس، والفي اف اس لو كنت تتابع يعني هولندا او السويد او غيرها. مين كيخلص الرونديفو كيتاكد من الصحه ديالو وحنا عطينا الوثائق، تما كنطلبوا منه يؤدي المهام ديالنا وكنعطيوه فاتوره وكنكملوا له لودوسي. اذا حنا كنخدموا الاول، كنعطيوك الوثائق وكنشدوا لك الموعد، يعني 70% ديال الخدمه درناها كتبقى 30% حتى كتخلصنا. يعني هذه هي فيزا اديستونس، اش بغيتي يا خويا؟ كيقول لك شي وحدين يعني ما نعموش، وانما شي وحدين ما عجبتهمش طريقه العمل. واش اخويا بغيتي تدفع وتشوف خرج لك الفيزا ولا ما خرجتش حاجه تخلص؟ راه ما يمكنش اخويا، راه غالبا فين باش غتحط طلب من الدار، انت جالس في الدار وحطيتي طلب واتصل بك واحد قال لك اسير حنا جينا باش نعاونوك باش تاخذ الفيزا ديالك، اشنو كدير؟ اشنو كطبيعه العمل؟ كيفاش كتروج؟ هاك صيفطنا الوثائق كنشوفوهم، هاك جمع هاد الوثائق، هاك البريزون شارج، هاك لوتوريزاسيون بارونتيل، هاك لوتوريزاسيون ديال لافام ديالك، فوالا عقد الزواج ترجمو، حكم الطلاق ترجمو، هادي ديلا كنجمع كنخسرو لك على الموعد كناخذو ومين كنعطيوك هاد الشيء فابور عاد تشوف واش غتخلصنا ولا ما تخلصناش. خاص تعرف هاد الشيء، يعني ماشي كلشي كيخلص،
راه 50-50%، شي كيخلص وشي ما كيخلص، هذا شيء عادي ولفنا. ولكن كاين ناس كيتحابر، راه ما كنجاوبوش الناس، لا راه ماشي ما كنجاوبوش، راه الضغط كبير ما شاء الله، راه ضغط كبير على اجهزه الدوله ما شاء الله، اللهم بارك، هذا من فضل ربي. نظرا للثقه ديال الناس اللي فينا، المصداقيه ديالنا، راه عرف الواحد الا بدينا معاه راه ما غندولو فلوس، ما غنضحكوا عليه، كنعطيوه الحدود ديالو. خويا انت الفيزا انا بانت فيها 80%، انت خويا الحدود ديالك 50%، كنقولها لك والفيزا كتبقى زهر، الفيزا كتبقى زهر. انا غادي نقول الحصيله واحد 5 دقائق، غنهضر على كيفاش كنخدموا، وواحد 5 دقائق اخرى غادي نقول لكم يعني كيفاش النتيجه ديال هاد الناس، شكون اللي تقبلات لهم، وشنو اللي الحدود كتكون مرتفعه بهم. اذا طريقه العمل ديالنا احسن لكم الخوت. الاتصالات راه صعيب باش نجاوبوا في الاتصالات، لان انت كتكون خدام مع واحد وواحد كيصوني، راه ماشي ما بغيتش نجاوبك يا اخي، راه اما مشغول مع شي واحد خدام معاه، ولا كنكون منهمك في شي عمل، صعيب باش نجاوب كلشي. حتى الدراري اللي معايا لا مكلفين بالدراسه لا بالسياحه لا بالتجمع، راه ملي كتبدا مع الناس الخدمه راه صعاب عليك باش تجاوب، لان بحال كتجاوب دوك الناس اللي مكونسونطري معاه خدام معاه، وراه عارفين الناس اللي خدامين معاهم راه كتكونسونطراو معاهم مزيان، راه كنعيشوا معاهم في الملف. بون هذا من جهه، من جهه اخرى انا كنتمنى جميع المتابعين يخليو الطلبات في الموقع، راه غنتصلوا بكم الخوت. الا ما شوف دابا مثلا واحد مخلي السياحه فرنسا اول مره، وراه سي نورمال ما غاديش نتصلوا بك يا اخي الحبيب، علاش؟ لان ما حلاش، ما كايناش. بلجيكا اول مره، ما كايناش. تجمع العائلي في الدار البيضاء، ما كاينينش المواعيد، صعوبه كبيره. يعني شو راه الا ما اتصلناش بك عرف بالله راه كاين شي مشكل في داك لوموتيف اللي باغي نتايا، كيك شوز كي كلوش. والله ولي التوفيق. ندوزو الخوت للطرف الثاني او الموضوع الثاني، ندوزو كيفاش هاد الناس خداو الفيزات ديالهم، فيزات بالجمله بارطاجيتو معكم، شنو السر ما وراء ذلك. بزاف ديال الناس خداو الفيزا معنا، وبزاف ديال الناس ترفض لهم، ولكن علاش ترفض لهم؟ انا نقول لكم علاش ترفض لهم، ونقول لك علاش تقبل لهم. اول شيء كنهنئ جميع الناس اللي خداو الفيزا معنا، مبروك والف مبروك، ما بغاوش يبينوا وجههم من حقهم، بغاوش يبينوا الاسماء ديالهم من حقهم. كاين شهادات اللي كيصوروها يعني في الهواء الطلق، شهادات اللي ما يمكنلاش تزور ولا ما يمكنلاش هذاك، ما يمكنش تشريو الناس الخوت حنايا، راه كلشي ديال الله، ما عندناش غادي نكذبوا ولا علاش هذاك. الناس شهادات الدار البيضاء اول مره، الناس خداو اعوام 6 اشهر 4 اشهر 3 اشهر، الناس الرباط خداو فيزات، ناس طنجة خداو فيزات، اكادير خداو فيزات، تطوان حتى هي حلت اول مره بشرط تبقى لنا الناظور ل 6 شهور الفوق في اسبانيا، يعني ما اتصلناش بكم ناس الناظور وجده وبركه، لان باقا 6 شهور الفوق، الا عندك فيزا 6 شهور مرحبا، فرنسا عام الفوق، ما يمكنش يتصلوا بك حتى عندك اول مره. اشنو غنقولوا لك؟ نقولوا لك راه مازال ما حلوش، ما علينا. الناس خدات الفيزا منهم دي سالاري، منهم دي فونكسيونير، ومنهم دي ريجيستر كوميرس، عامين فقط تكلوا على الله وربي ربي يسر لهم في هادشي. ما هو السر وراء هادشي؟ السر كاين واحد اللمسه ديال اجون سافدو، ولكن 90% خصك انت يكون عندك الدوسي واقف اخويا ولا اختي. راه السياحه بلا ما يكذب عليكم شي واحد، وبلا ما نكذبوا حتى شي واحد، الا كنتي اجير عندك الصالير 4000 درهم الفوق راه عندك حضور، 4000 درهم لتحت عندك حضور ب 60% 60 حتى 70. كنتي مقاول الشركه ديالك خدامه مزيان، عندك حضور ب 70% 80% 90%. كان عندك ريجستر كوميرس بيرسون فيزيك ماشي شركه، كان عندك بيرسون فيزيك وكان عندك شويه هذاك، الحضور عندك ما بين 60 و 70، يعني كتكون حضور. اما الا الشركه كانت واقفه صار بيرسون مورال واقفه ولي غولفي، هذاك الشيء حتى واحد ما غيمنعك من الفيزا، عندك فيزا باذن الرحمن، باذن الرحمن 99% 99%. انا نعطيكم دي بورسونتاج والكمال على الله، راه كلشي باذن الله، راه 2000 درهم خداو الفيزا، 2500 درهم خداو الفيزا، ولكن كلشي زهر. انا كنقول لكم اللوجيك اللي شفنا دابا، راه مئات الملفات دازوا، وغادي نقول لكم علاش ترفضوا، انا نقول لكم علاش تقبلوا ونقول لكم علاش ترفضوا. الدار البيضاء، الدار البيضاء اقسم بالله الذي لا اله الا هو، الى الملفات اللي كيدوزوا علينا كاملين تقبلوا، اقسم بالله قله قليله اللي ترفض لها. انا بعد الرفض مازال ما جا شي واحد عندي بالدار البيضاء معايا وقال لي ترفض لي. الدار البيضاء كتقبل، الدار البيضاء كتقبل.
نقدر نقول لكم اسيدي الدار البيضاء القبول بنسبه 90% ديال الفيزا، ولكن خصك تكون واقف، ماشي غتجيب لي ورقه مزوره اتيستاسيون طرافاي تجيبها لي من هنا واتيستاسيون صالير تجيبها لي من هنا ولي غولفي بونكير تجيبهم لي من حمادي وتقول لي الفيزا اترفضت لي. ما يمكنش يا صاحبي، راه خصك تكون خدام ولا تمشي تفاهم مع شي واحد يديكلاريك في لاسين اس اس ب 6000 درهم. بلا شوف، بلا ما تقول لي لا كنت مديكلاري ب 2500 وطلعت الصالير، والله اخويا لا سيناريو لا فواغ، واخا تكون خدام ب 2500 درهم 3 شهور الاخرى دير ب 6000 درهم غيعطيوك باذن الرحمه. ماشي واحد ماشي جوج دازو علينا صاحبي، كانوا مديكلاريين ب 2500 درهم وخرجوا كاع في كورونا وبقاو مديكلاريين وطلعوا الصالير 6000 درهم وخلصوا على راسهم في لاسين اس اس 6000 درهم ودوزوا تخوا فيرمون بونكير ديال 6000 درهم وعطاهم الفيزا 6 شهور اسيدي. علاش بغيتو؟ الناس خدات ريجستر كوميرس، ما عندك والو، وهاني كتشوف وما عندك والو عباد الله، ما عندك والو باغي دير فيزا، سير اصاحبي شري ريجستر كوميرس موجود، 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم، شري ريجستر كوميرس موجود، ما فيه لا ضرائب لا والو، خدم به 3 شهور، ردوا على سميتك وتكل على الله. انا ما عنديش كونترات، ما كان بيع ما كان شري في الكونترات، انا كنخدم وأعوذ بالله في التسكي ليغال، المسائل القانونية، نقول لك سير شري ريجستر كوميرس واجي دفع، نقول لك اخويا سير عند واحد يديكلاريك سالاري ودفع، انا نقول لك نشجعك على الدراسة، نخرج لك البطاقة المهنية وشهادة العرافين ونقول لك دفع الموضة الطبخ وجاي لي ستيتيك ولا كوافور وزيد وزيد. ايوا اش بغيتو؟ انا لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي قدرنا الله عليه بشكل قانوني راه كنديرو، انا ما عنديش جيسكي غادي نديك ولا عندي زودياك غنقلع الماطر ونحطك، راه هادشي اللي عطا الله. الازواج صحاب التجمع العائلي باش ما يبقاش خاطركم، راه لا اله الا الله، راكم تشوفوا بعينيكم قتيله في المواعيد، القتيله في المواعيد، فين هما المواعيد؟ شكون اللي كيدير المواعيد؟ واش الشر كيعمل؟ ميم با دي سكوند اصاحبي، باق باق مشاو المواعيد، وفين هما هاد المواعيد؟ شكون دار المواعيد؟ انا ما فهمتش، كنا غير نتفرجوا حنايا، كي غادي ندير انايا نخدم لك هاد الدوسي وما عنديش المواعيد؟ ما نبداش معاك الدوسي بحقي، ما كاينش المواعيد، يدور فيه الدوسي الترهم فيه ويموت لك القبول وتبقى تفرج فيه وتفرج فيه. الناس بزاف في الكونترات ديال السي دي اي والسي دي دي ديال فرنسا، راه منكم اللوفي، راه اللوفي هو اللي غيعطيكم الموعد عباد الله. كاين شي دابا اسئله، بغيت نجاوب على الاسئله كاملين ولكن صعيب هذا الفيديو نجاوب على الاسئله كامل، نتمنى تفهمونا. راه الخوت الا كاين شي موتيف غنخدموا معاكم راه غادي نتصلوا بكم ونخدموا معاكم، راه الا ما اتصلناش بكم عرفوا بان ذاك الموتيف اللي طلبتو راه ما كاينش دابا ولا فيه صعوبه كبيره، راه ما يمكنش حنا نكذبوا عليكم ونبداو معاكم في شي حاجه وحنا ما قادرين لاش الخوت. راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، راه كنخدموا معاكم في داك الشيء اللي غنقدروا حنا ناخذوا به الفيزا، اما غندخل معاك انا فيزا اون في دماغياج ومقادسنا لا 6 سنين باش يلا تجاوبك البريفيليا ولا لا ميري باش يعطيوك سيرتيفيكات دو اوبوزيسيون ولا دات دو مارياج وباش غتجي. اخويا راه شي حاجه اللي ما غادي لا نتايا غتخدم لا انا غنخدم، حنا كنعطيوكم معلومات في سبيل الله عبر الفيديوهات، اما الاستشارات راه الناس اللي كنخدموا معاها راه كيسولونا. دابا ما حيت تكونش غادي تجاوب واحد خدام معاه ولا واحد يلا باغي يسول، راه داك اللي باغي يسول مرحبا به، ولكن حتى هو يخلي الطلب فاش غادي نوصلوه نعطيوه حتى هو وقته ونتكونسونطراو معاه. نتمنى تكونوا فهمتونا في هذا الفيديو، ونتمنى يعني ما هضرتلكمش علاش الناس رفضونا، هذه نقطة مهمة غادي نهضر لكم عليها، علاش الناس رفضونا؟ الرفض كثير وبدون اي سبب، فين كاين؟ كاين في قنصليه اكادير والرباط، بدون سبب وكثير. علاش الرباط اكادير؟ لان دوك القنصليات هكاك دايرين من قديم الزمان، ولكن والله الا كيعطيو الفيزا. هادشي بارطاجيت معكم، سيده ب 3000 درهم خدامه في رمليه عطاوها 3 شهور في الرباط وفهمت سته، فين هو اللوجيك؟ هنا شنو كنفهموا؟ هنا كنفهموا كاين ميسا وكاين الزهر. انا ميسا ما عنديش معاها وما كنعرفش ناسها، كاين عندي ديزافوكا اللي بغيتو تتبعوا، اي واحد ترفضت له شي فيزا راه كنقولها في هذا الفيديو نعاود، اي واحد ترفضت له شي فيزا تجمع عائلي دراسه عمل سياحه بغيتو روكور قانوني
الطعن القانوني كتبعوه من المحكمة في مدريد، ولكن انت يكون عندك الدوسي واقف، بغيتي اللي يجيب لك حقك كاين اللي يجيب لك حقك، ولكن شويه ديال الصبر. الزهر ما عندي ما ندير له، دفعتي فيزا ما خرجت لكش، هما ما عطاوها لكش، راه اخويا راه كتبقى الفيزا سلطة تقديرية ديال القنصلية. حنا كنديروا اللي علينا، جميع الوسائل اللي كنديروهم واللمسات ديال اجيو استافدو كنديروها، وكيبقى الكمال على الله. راه هادشي اللي كاين الخوت، راه الفيزا كتبقى زهر من الاخر. هاد الفيديو كامل هاد 20 دقيقة اللي درناها كنستجو ان الفيزا زهر. اشوف والله العظيم واخا ما نعرف كاع شنو ندير ولا انت شنو دير، الا كتب لك الله شي حاجة راه مكتبة، ولا ما بغاش يكتبها لك راه ما مكتبش اخي، لا الدراسة لا السياحة لا. راه شوف اخوت، راه انا كنت نقول للناس الدراسة الفيديو السن، راه من الشابة اللي ما شاء الله 39 سنة بنيفو باك وما عندها حتى ديبلوم وخرج لها شي الحرف وتقبلات لها الفيزا دراسة، سماك سجلنا وتعلمنا واحد الدرس بان الا بغى الله كن فيكون. من هنا اخوت كنقول لكم نتمنى تكونوا فهمتونا، راكم في القلب والقلب صافي وابيض وقاسح حسن كذاب. راه الى اجيو استافدو بدا معكم شي ملف، راه والله العظيم باذن الرحمن الى تنخدموا معكم بالقلب ديالنا اللي عندنا كنخرجوه، والا ما بديناش معكم عرفوا راه ما بغيناش نبداو معكم، خلوك تفرج فيه وتفرج فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله، تبارك الله عليكم الخوت. ودائما كيف العاده في اول فيديو نوريكم الموقع، نوريكم التطبيق، اللي عنده شي طلب يخليه الى وصلناك راه حنا معاك، ما وصلناكش في صندوق الوصف كاين واحد الرقم تما 06 97 44 29 31، هذا دايروا الميساجات الاسئله، الميساجات الاسئله ديال الناس والاستشارات، دخلوا له خليوا الاستشارات لابير ما غاديش يجاوبوكم، استشارات عاجله الله يرحم 06 97 44 29 31، الاستشارات العاجله اللي عنده استشاره راه غيجاوبكم مساعدين. تبارك الله عليكم كما معكم جوستاف دو، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.